وأن كل أحد إذا هم بالحج وارتدى إحرامه ودخل في النسك استشعر عظيم هذه الكلمات التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رزق من التوفيق أعظمه. قال الصادق المصدوق: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، إجابة لأي شيء؟ لأنك أمرت خليلك إبراهيم عليه السلام أن يقف على حجر ويقول: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعد من الله للخليل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما الذي أخرجهم من دورهم وأتى بهم من شتى الأقطار وقطع بهم المفاوز والبحار؟ إن كانوا صادقين، إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الخليل، وتلبية نداء رب العالمين يوم أن قال: وأذن في الناس بالحج، ويوم أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل من وضع قدمه في الركاب ليحج.